السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا المنقوب الخضر، الفول الخضر غنديروه منقوب، يعني غادي نديروه بلا دجاج بلا لحم، غير الفول بوحديتو. كنحتاجوا الفول على حسب الاشخاص، كنحتاجوا حتى 2 كيلو ديال الفول. كانوا غير 2 الناس راه يمكن لهم يديروا غير كيلو، كان الناس كثارين ديري 2 كيلو الفوق، لحقاش الفول فاش كيتنقى راه ما كيبقى فيه والو. عندنا هنايا الفول، عندنا الا كانت 2 كيلو ديال الفول نحتاجو معلقه كبيره ديال القزبور، كنحتاجو الحامض مصير. الا بغيتو الحامض مصير راكم ترجعوا للفيديو اللي صوت فيه الحامض مرقد، راكم غادي تشوفوه. كاين هنا الملحه، كاين هنايا الخرقوم، الشاونيه، الكمون. هنا كنهضر دابا على الكوم تاع 2 كيلو. الا كان 2 كيلو ديال الفول نحتاجو 2 معالق كبار ديال المطيشه ديال الحك. عندنا هنا الشرموله، الا بغيتو الشرموله راها ترجعوا للفيديو اللي فيه الشرموله، راها كتكون الا درتو ديك الشرموله اللي قلت لكم راه كتبقى عندكم الشرموله دائما في المجمد، فوق ما كتوقفوا عليها كتلقاوها. كنحتاجو زيت العود، نقيو الفول، نتوما الفول احنا فاش كننقيو الفول فاش كنديرو هكا كنحيدو له واحد سميتو هذه اللي كتكون فيه هنايا هذيك النباته، يعني الا ما بركتيش عليها هنايا وحيدتيها راه خصك كيفاش الا بقات لاصقه في الفوله خصك تعاوتاني ترجعي لها كاملين، خصك تحيديهم. هنا دابا راه كنحيدها انا مع الفوله، كنبرك على الراس ديال الفوله كتحيد بديك النباته ديالها. نتوما بحال دابا لا ما تحيداتش عاد خصكم تدوروا عليها تحيدوها كامله، لان الا بقات ديك النباته راه كتطلق واحد سميتو واحد المروره. ف هاد النباته هادي هنا راه بقات لاصقه كلها في الفول، خصني نشوف شي وحده اللي تكون لاصقه فيها باش نوريها لكم. نتوما دابا هادي فاش كتكون في الفوله خصنا نحيدوها، ما خصناش نطيبوها بهادي، هذا راه كتعطي واحد لوكو خايب للدواز، يعني ضروري باش نحيدوها. واخا كاع تنقيها هكا وكل فول محطوط وعاد سميتو خصك ضروري تحيديها، ما تخليهاش لاصقه في الفول. عندنا هادو وعندنا بعد شي ساعات كاين شي فول كيخرج هكا بحال دابا هكا قوقي غادي الموف. هاد الفول هذا راه هو مزيان راه بحالو بحال الاخر، ولكن الا كانت عندك واحد الكميه كلها هكا الا جمعتي منه واحد الكميه بزاف، مثلا هذا ها هو بيض وهذا اللي خرج لك هاد الموف هكا، هذا راه حنا كنقيوه، يعني كنجمع منه واحد الكميه كنقيوه، كنحيدو ديك الجلده كامله وكنخليو غير الفوله هكا. هذا راه هو كنديروه خضره فوق الطاجين، بحال دابا كنخضرو به اللحم، نخضرو به الدجاج، داكشي علاش راني ما كنخلطوش مع هذا. هانتوما ها هو الفول دابا هو ديالنا، ها هو راه هو مفرك. دابا غادي نجيو للوسط نقطو موس يكون عنده راس رقيق هكا، غادي نجيو للوسط نتاع الفوله وغادي نهزوها بحال هكا نحيدوها بيدينا، كنجيو للوسط نتاع الفوله وكنتكوها.
هذاك باش الفوله كيدخلها الطياب كامله، وما كتلحقاش الا بقات الفوله الا ما تكيناهاش كتفرقع كتفرقع كتنفخ وكتفرقع في شكل هكا. الا نفسناها بهذا الموس راه كتجي مزيانه. هو دابا درناه في الماء، احنا غادي نغسلوه، نغسلوه مزيان كنفركوه هكا. الماء هو غليان، الماء هو غليان، غادي نديرو فيه هذاك الفول، نديروه يتسلق تقريبا ديك 15 دقيقة، وكيبقى عاوتاني الفول كاين لي دغيا دغيا كيطيب وكاين لي كيرفد الطياب. المهم حنايا هاد الفول دابا هو راه باقي طري، باقي صغير ما كبرش بزاف، يعني غادي نديرو واحد 15 دقيقة. هيا بعد ما دازت 15 دقيقة حليت على الفول، لقيتو باقي خصو. دابا غادي نزيدو الماء ونعاود ثاني نسد عليه واحد 10 دقائق، لحقاش كاين الفول لي كيكون مثلا دغيا دغيا كيطيب الا غفلتي عليه راه كيتحل. ها هو مازال سميتو نزيدوه الطياب ولا لقاوه الفول. ها هو راه هو طاب، راه صفيتو، واخا ما يكونش كاع طايب بزاف، ما يكونش زعما هاري، المهم فاش كديري له هكا كتقلبي هكا كتلقيه راه هو طايب. دابا فاش كنصفو عليه ديك الماء سخون كنديروه ديريكت في الماء بارد، كنديروه هكا في الماء بارد كنخليوه واحد شويه على ما على ما قومنا الطاوة. هنا كنقطو الطاوة، كنديرو زيت العود تقريبا ديك نص كاس هكا زيت العود. الفول راه كيبغي زيت البلدية، حنا درنا هنا زيت العود. نديرو هاد الشرمولة، نديرو هاد مطيشة تاع الحك المعلبة، كنديرو العطرية، الملحة ما كنقووش من الملحة لحقاش عندنا الحامض راه فيه الملحة، زعما مرقة في الملحة، يعني الملحة نديرو غير شوية ولا خاصنا نزيدو. اللهم تجي مسوسة ونزيدو ولا تجي مالحة ما عندنا ما نديرو لها. هنا دابا انا درت ديك العطريه مع الزيت، ندير غير واحد نص كاس نتاع الماء، غير شويه ماشي قل من نص كاس، غير واحد ربع كاس ديال الماء باش نردو ديك مطيشه وديك الشرموله يتشحر. فاش يتشحروا ديك ساعه نمرق الطاوه. هيا من بعد ما تشحرات ديك الشرموله مع مطيشه مع هدايا تشحرات، احنا دابا عاد نمرقو، نديرو المرقه. المخلص راه دائما كنديرو الماء سخون، هذاك الفول راه حنا صفينا عليه ديك الماء، هانتوما ديك الفول صفينا عليه الماء، وحنا دابا غادي نديروه. هاو دابا راه الفول راه هو مغطي بالماء، غادي نخليوه يطيب ومن بعد نقولوا ان شاء الله. هاو بعد ما راه الفول ديالنا راه هو طاب، راني فاش رميت الفول راني رميت المزودات، ديك المزاود ليا بسين، فاش رميت الفول راني رميت معاه جوج المزودات. هاو صافي راه ما بقاتش فيه المرقه بزاف، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نرمي هاد المعدنوس، معلقه كبيره تاع المعدنوس، وغادي نديرو هاد الحامض. هاد الحامض اللي بغى يقطعو على ربعة يقطعو، اللي بغى يقطعو على جوج اللي بغى يديرلو هكا ماشي مشكل.
والحمد راه كيبقى مثلا انا درت 4 ديال الطروفه، نتمنى كل واحد يدير على قدر الحمد اللي كيبغي، يمكنك تزيدي على 4 يمكنك تنقصي ماشي مشكل. دابا راني ما بقى ما واخا درت الملحه في الاول ما درتش بزاف باش حتى نذوقو، نخلي الحامض حتى يغلي ويعاود مع داك المعدنوس. كيطلق ديك هذا الحموضه ديالو وديك المليحه ديالو، ديك الساعه غادي نذوق. كانت هي هذيك راه نخليها كانت مسوسه تنزيدها الملحه، وكنخليوها حتى كتشرب هذا الماء، ما كيبقاش كاع من الفوق، كيبقاو غير الفويلات مقليين باينين. هانتوما ها هي من بعد ما كيطيب ديك الفول، هانتوما كتشوفوا راه هو ماشي ما فيهش المرقه خفيفه وماشي ناشف، كتكون واحد المريقه فيه ملبيه، وديك اللي ديما كتكون طالعه هكا الفوق. ما خصوش الفول هكا طايب مقلي، ما خصوش يكون بالمرقه كثيره. هكا كنكون نهينا الطبق ديالنا، كنتمنى يعجبكم الفيديوهات ان شاء الله كثار. بصحه وراحه.